تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج لمولاتي لحظات، وغادي نستقبلوا جميع خبير الشعر والمكياج سيمو الفائز اللي غادي نتعرفوا معاه على الجديد في القصات في التسريحات وفي الالوان ديال الصباغه والمكياج ديال الشعر يعني الخاصين بفصل الشتاء. مرحبا بتساؤلاتكم التجميليه على 0522 46 72 50 51 52. لحظه مستمعينا غادي نمشيو للاسبوع المخصص للشيوات والاقتراحات من عند الحاجه كبيره اللي مشاركه معنا اسبوع بالكامل. الو الحاجه كبيره. السلام عليكم الحبيبه ديالي. لاباس عليك. الحمد لله. بارك الله فيك. بارك مع الصحيحه. الحمد لله على خير. الله يختك علينا. تحيه ليك والسامحه والطاقم كامل. شكرا لك بزاف. والميد راديو حبيبه بلاد. الله فيك. الفوز اللي فاز به. بكم الحمد لله يا ربي امين. وبوسه في الزبن ديالك. بارك الله فيك. نبوس على يديك. شكرا لك بزاف على اختك. بارك الله فيك. الوسام ديالي انا من عندي في هاد الله يحفظك. بارك الله فيك. شكرا بزاف. الله يعطيك الصحه. تحيه للمستمعات كاملين وتبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم. الله يحفظهم ما شاء الله عليهم. الله يزيد حسناتهم يا ربي امين جميعا. عندي حبيبه ديالي واحد الدعاء. الله يرحمك ان شاء الله. الله يكرمك. بارك الله فيك. اللهم ارحمنا واهدينا وارزقنا وعافينا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلادنا الامين. اللهم احفظنا. وتنتمنى يا ربي يا مستمعه تامنوا على الدعاء ديالي. الله يشفينا جا الظهر هورا. الله يشفيها. الله يشفينا جا الظهر هورا. ويشفي السعديه اخت حليمه. الله يشفيهم ويشفي احفايده ويشفي المسلمين كافه ومستمعات كافه. نسأل الله الصحة والسلامة. امين امين احبيبه ديالي. امين 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 احبيبه ديالي. لا اختك الحاجه بسم الله احبيبه ديالي. نبدا وغادي نبدا بالطنجيه نقربها للدار. دابا تنديروا الطنجيه لالاتي وكنديروا الطنجيه. دابا كلشي كيديرها الحمد لله في الكوكوط. انا بغيت نقول لهم نقربوا الفرنات في وسط الدار ديالنا ونديروا الطنجيه البلديه كان ما درناها في كما كنديروها في الفرنات. غادي نقبطوا الطنجيه ديالنا حبيبه ديالي. غادي نشريو ذاك المجمر. كاين المجمر البلدي معروفه لالاتي. داك المجمر اللي غارق شويه من الوسط راه كان كيكون في الطين. دابا ولاو كيصاوبوه في هذا ديالنا في الطين ديالنا الاحمر. راه تيتصاوب دابا عادي مجمر غير هو غارق شويه من الوسط. هذاك المجمر غادي نديرو فيه التشعيله الاولى والتشعيله الثانيه يسخن مزيان. ياك لالا ملي تولي العافيه حمراء بدات تتهدى شويه غادي نمشيو للطنجيه ديالنا الفخر زند. وحنا غنمشيو للطنجيه بغينا نبيتوها ما عندنا حتى مشكل. غنديروا القياس ديالنا ونبيتوا ديك الطنجره ديالنا بحال كنبيتوا الطاجين ديالنا بحاله. غادي نشريو الا بغينا هاد الحوت نديروا ديك الصغيره نشريو الطنجيه الصغيره ونشريو الطنجيه الكبيره اللي كترفد 2 كيلو بحال انا درتها غير نهار الجمعه بالدجاج بسلامتكم عليها يا صحتك وراحتك. والله يعطيك الصحه. والله الا الطنجره درت دجاجه ديال 2 كيلو مزيان. اييه القبطه حبيبه ديالي هذه سميتها اسم يا ربي مشات لي من الطنجيه. الطنجيه ما نزيدوهاش الماء تغسل. نغسلوها ونخليوها تبات مكفيه. منين نبغيو نصبو ما يقيسهاش الماء باش ما تشق ليناش. واخا. ياك لالا. غادي نمشيو اما اللحم. انا غنهضر كيف اللحم كيف الدجاج. الحوت غنخليه للخر والخضره غنخليها للخر. المهم حبيبه ديالي غادي نقبطوا اللحم ديالنا نغسلوه ولا الدجاج ونخليوه يتسقطر. الدجاج ينشف بزاف كثر من اللحم لان الدجاج كيطلق الماء. ونقبطوا ديك الدجاجه ديالنا ولا اللحم غادي نقبطوا جوج حامضات حامضه ونص مصيره. التفل ديال حامضه كامله غادي نعركوه في ديك الدجاجه كامله نحكوه بديك الدجاجه. نحكو ديك التفل كامل في الدجاجه ونرميوها في وسط الطنجيه. نزيدوا عليها نص كاس ديال الزيت وجوج معالق ديال السمن. ومني غادي توليو واحده اللي كتنصبوها وتعاودوا مع الممارسه خذوا لي دم ديالكم اللي بغيتوا. ما تمشيوش زعما غير ما كان جوج معالق ولا ما كان الانسان يمشي على اللي كيبغي. فعلا. بحال دابا انا درت غير معلقه. هي دائما الطنجيه جوج معالق السمن. انا درت غير معلقه. الانسان ملي كتمشي مع الحاجه تنقصي ولا تزيدي اللي بغيتي ما عندك صعوبه في الدار. اييه غادي ناخذوا جوج معالق ديال السمن مع نص كاس قلنا ديال الزيت مع كاس ديال الماء مرقد فيه الزعفران الحر. الا كان اللحم كنديروا جوج كيسان ديال الماء. والا كان الدجاج كنديروا كاس ديال الماء، كاس اللي مرقد فيه الزعفران الحر. كنزيدوا نخويوها حبيبه ديالي على ديك اللي على الطنجيه. كنزيدوا خمسه ديال الضروس ديال الثومه. معلقه ديال الكمون عامره.
وكنزيدو ديك النص الحامضه ديالنا باللب ديالها مزولين بعضها بكل شيء ليله كنزولوها ونفرتوها ونرميوها وكنحركو ديك الطنجره ديالنا كنحركو ديك زعما الطنجيه ديالنا مزيان وكان بحال اللي كنهزوها لعندنا ونخبطو بحال كيما كيدير الفرناتي كنضربو لعندنا لجهه وجهنا القوام كيتخلط مزيان يرضي عليك ونسدو الطنجيه ديالنا باش غادي نسدوها نسدوها الحبيبه ديالنا بداك القاغيط اللي كيتباع في السكر المقصف داك الصفر الا دابا مني انا دابا سديتها غير بالقاغيط ديالنا هذا اللي كناخذو بحال اللي كنجيبو فيه الكرواسه مثلا ولا القاغيط الابيض ديالنا ولا بابي كويسو اللي بغيتو المهم غنسدو الطن هذيك الطن سميتها الطنجيه ونسدوها بالقنبه كما كنديروا لها غدا الفرناتي ونديروا فيها لا هي كدار لها جوج ثقبات ثلاثة ثقبات دابا مع الممارسة ديروا غير ثقبة وحدة سيروا غير مع ثقبة وحدة ولا جوج ثقيبات ونسدوها ونزلوها في ذاك الفخر ديالنا غير ذاك المنظر غير عساقة بعدا ديالها فعلا والله وبطريقتك تبارك الله شهيتينا في الطنجية الله يعطيك والله إلا هانتي ديري يا سناء أنا قربتها للبعيد والقريب لا ما تحتاجو زعما تصايبها في الجمر رائعة كتجي رائعة إلا بغيتو تبيتوها أنا تنقول مع العافية ردوا بالكم معها وصافي مع القياس كيف اللحم أنا قلت غير اللحم كنزيدوا عليه كاس أخر الماء يعني نفس القوام نفس كل شيء غنزيدوا الماء القوام بحال بحال إلا الحوت الحوت شكل آخر الحبيبة ديالي غنقبطوا الحوت الأبيض ديالنا إما الفرخ إما هذا غادي نقبطو نديرو ليه الشرموله ديالو ونخلطوه ونقبطو ديك الفلفله ديالنا الحمراء المزيودات الا بغينا نقطعوها بيدينا هكا ولا بالمستريفات وواحد نصيص ديال الفليفله خضراء او فليفله صفراء او فليفله حمراء اللي بغينا نزيدوها حتى هي وكنخلطو ديك الشرموله ديال الحوت كامله كنديرو شويه ديال الخل شويه ديال الملحه شويه ديال هذا ديال الكمون فلفله حمراء وكنخلطوه عادي ديالنا الحوت ديالنا وكنرميو وكنقرضو عليه مطيشه وحده مطيشه كنحيدو الزريعه ونقرضوها طريفات طريفات كنخلطوه بيدينا داك الحوت كامل وكنرميوه في الطنجيه وكنزيدو عليه زويته بلديه وشي نص كاس ديال الماء الحوت دغيا فعلا لانه بيرات دغيا تيطيب وكنديرو الطريقه اللي قلت كلها حبيبتي طريقه كامله وكنسدو ونخليو ديك الطنجيه ديالنا غير الحوت ما نحركوه ما نقيسوه غادي تفرط لينا وتا الدجاج ما نكثروليهش مازال اللحم كنبقاو نخلطو الطنجيه الا جبدنا وفيها الدجاج نبقاو نديو غير بيدينا نشوفو غير مع الماء حنا راه دابا وعريو دابا اللي كتعلم ما كاين مشكله حبيبه تعري عليها وتعاودي تسدي بحال اللي كتخدمي في كوكوط ولا في الطنجره ديالك ما نديروش راه مسدود اربعة السوايع ولا خمسة عند مثلا عند هذا الفرناسي هو كيتكلف طيابها ولكن في الدار خصنا حنا نعطو الباب لا في الدار ما عندك مشكل غير ملي تدوز ديك الساعة الأولى ما عندك حتى مشكل حلي وشوفي القياس ديالك وهذا وعاودي ما عندك حتى مشكل صافي حبيبة ديالي وحلي بغينا الخضيرات الوليدات والله القسم ديروها الطريقة وراه غادي يشكروني عليها المسلم الخضيرة كاملة حبيبة ديالي ونخلطوها بشرمولة ومطيشة ونديروا ذاك الكويس ديال الماء ونديروها في الطنجية ديك الطنجية الصغيرة ومني غادي تحل ونبقى نخبط ديك مره مره نحرك من فوق هذا بيدي بلا ما نحل عليها وغادي تشوفي هذا المذاق هذا كيفاش داير ديك تجي ملبيه ديك الخضره الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك عرفتي ملولخه كتجي غزاله كتحمق واخا حبيبه ديالي غادي نمشي للصليضه تسخن غادي نبدا حبيبه ديالي بالشيفلور الشيفلور دابا موسمي حتى هو ناخذ الشيفلور ديالنا كره ديال الشيفلور غادي نقطعوها هكاك مخاخ مخاخ صحاح بالرويفات ديالها وتكون نقيقيه الا فيها شي ضريبه نزولوها الا فيها شي حاجه جديده هكاك نخليوها تغسل الشيفلور ونديروه في الكوكوط ديالنا نديرو معاه الملحه والثومه ثمن نقولوا دوك الاربعه ديال الريوس ديال الثومه ولا خمسه ديال الريوس ديال الثومه هذا الا كان ديال مطيشه كنديروا له هذه الطريقه ما كانش مطيشه دابا اللي غير بالحامض ما غنديرش الثومه معاه غادي ندير غير الملحه والماء ونسد عليه الكوكوط ما نجي ندور حتى نحل الكوكوط ديالي حيت هو دغيا تي دغيا علاش انا بغيت ايه الكوكوط ما يبقاش كيلعب لنا في وسط الطنجره ما ناخذوش القياس ديالو في الكوكوط غادي ياخذ لنا الجرام ديالو نيسان ودغيا دويره وحده نحلو الكوكوط مني نحلو الكوكوط نديروه في الشبكه ونزيدوه الماء بارد نخويو عليه الماء بارد مزيان ونقبطو حبيبه ردوه للطنجره ديالنا غادي نقبطو جوج ديال الضراس ديال الثومه ولا ثلاثه نحكوهم فوق منه غادي نديرو شويه ديال الهريسه وشويه ديال الابزار
ونعاودو نزيدو شويه د الملحه ونخليوه والخرقوم والخرقوم ونردوه في الطنجره. ودابا الحبيبه ديالي هنا فين خصنا نقابلو باش تجينا الصليده زوينه، كنبداو هو كيغلي وحنا كنقلبو كنزولو من فوق من العافيه الطنجره اللي عندنا ونعطيوها لوجهنا ونبقاو نهزو بالمعلقه ونسقيو نهزو بالمعلقه ونسقيو داك نسقيو ونعاودو نردو للعافيه، نعاودو نهزو هو كيغلى ديك الغليه ونعاودو نسقيو نفس الطريقه وحنا كنسقيو. مني كنشوفوه بدا كيتلبى بعدا كيطيب في زويته روميه، سمحي ليا الاول كنديرو معاه زويته روميه، مني كنحسو به صافي بدات كتدخلو ديك الشرموله عاد كنرميو عليه القزبور مقطع رقيق وكنشدو تعصيره ديال الحامض حامضه معصره فوق منه، ايوا غير كيغلي ديك الغليه وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحة. كدي صليضة من الدرجة العالية. فعلا جوج تشكيلات. هذا أنا قلت ديال المطيشة كنصبقوا ليه الثومة. ياك لالا، والميطشة كتصبق في الأولى في الطنجرة وتا هو كنبداو نسقيو، ديال المطيشة كنزيدوه غير سكين جبير. صافي، المطيشة راه بحال الطريقة لاخطا سكين جبير اللي كنكونوا زايدين في مطيشة، هذاك تيجي مورد عاوتاني شكل آخر على حسب التوريضة. ديال الشيفلور. ديال الشيفلور. نمشي حبيبة ديالي البقولة. البقولة عندنا لالا جوج بباطي ديال البقولة، إلا بغينا نديروها غير بالقصبور والمعدنوس كنديروها بالقصبور والمعدنوس، بغينا نخلطو معها لي زيبيلان كنخلطوه، بغينا نخلطو السلك كنخلطوه، بغينا نديرو الكراسس كنشوفو الكراسس البلدي ما كيكونش مر. الكراسس الرومي اللي كيكون طويل هذاك تيكون على طيبة المرورة، هذاك كيخصو واحد السلقة بوحدو. الكرفس البلدي يعني نديرو دوك الوريقات والسيقان ولا غير؟ لا لا كله تيتقرب كله يمشي كله حبيبه ديالي كيتقرب، غير هو الا كان الاخر الرومي كنديرو له السلقه بوحدو باش كنزولو له المروره ونصفيوه عاد كنرميوه على البقوله. بغينا غير الكرفس بوحدو غير بالمعدنوس انا كنعطي الطرق ولكن غادي نمشي بطريقه وحده. ياك لالا بحال انا قلت غير هو الا كان رومي كيكون مر. البلدي ما نخافوش نقرضوا ديك جوج ربيطات ولا ربيطه مع الخلطه، اما القزبر والمعدنوس اما الكرافس اما اللي بغيتو. بغيتو غير الكرافس بوحدو غير الكرافس بوحدو، المهم كنزيدو لالا كنديرو جوج دوك جوج رباطي بالمعدنوس او كرافس قلت او قلت اللي بغيتو. كنديرو معاهم الثومه جوج ريوس كبار ديال الثومه مرميين معاها. كنزيدو حبيبه الكمون والهريسه والملحه والماء ديال المصير. كيجي تبت الحموضه. الماء ديال المصير ولا اللب ديال المصير وحده في الجوج. اللب ديال المصير نقطعوا داك اللب ديال المصير نحدوا القشره ونشدوا داك اللب ديال المصير كامل ونديروه مع البقوله واحد فيهم الماء ديال المصير ولا اللب ديال المصير. وكنديروا لالا نخليو ديك الطنجره راها بلا ما قرضنا البقوله ما نديروش الماء عافيه مهيله راه الماء ديالها غادي يطلق. وزويته بلديه غير نحسو بها طابت كنزيدوها الزويته بلديه وكنزيدوها الفلفله حمراء شويه ولا الهريسه الا بغيتو تزيدوها كتزيدوها وكنخليوها تسحر. مني تدخلها تسحر كنزيدو الحامض معصر. ياك لالا كنزيدو الحامض كنزيدو الحامض معصر ملي كتنشف لنا وتشحرنا ديك البقوله ديالنا اللي بغينا في الانواع ديالها كنمشيو لالا واحد الكويفرونه ديالنا كنكونوا المزاود ديال السكسو الحمر. كنقبطو نديرو معاهم ميها اما خضر اما حمر هادو كنديروهم بنيت الصلايد كاملين على الطريقه اللي غادي نقول. واخا غادي نعاود نعطي حتى ديال الاخرى ديال الفلفله الصفراء والفلفله الحمراء حتى هي كنسلقوها سنان في سنان وتمشي مع لي بلا كاملين نزوقوا بها اللي بغينا. المهم نعطي الطريقه كنقبطوا دوك المزيودات سكويسرونه كنسلقوهم في ميها الخضراء والحمراء وبهم كنقردوها طريفات. مني كنقدموا الغطيرات ديالنا كنزيدوا هذو الزويتنات ديالنا حامضين وكنزيدوا ديك الفليفله اللي سلقنا كنقطعوها دويورات بها باش كنديروا الزواق. ها البقوله الحبيبه ديالي غادي نمشي انا وياك الحاجه كبيره لو سمحتي هذوك الفلفله يا كمقبلات ناخذهم من عندك غدا لانه ما بقاش لنا الوقت.
صافي حبيبي، تبارك الله عليك، صباحك مبروك الحاجه كبيره. انا وياك حبيبه ديالي، شكرا. شكرا لك بزاف، بارك الله فيك. نتمنى تكونوا سجلتوا معنا هذا الاقتراح، يعني تبارك الله، ديال طريقه تحضير الطنجيه كيف ما قالت لنا اللي قربتها لكم للدار، كيفاش ممكن انكم طيبوها غير في المجمر، يعني الطنجيه بطريقه ديال اللحم وديال الدجاج وديال الحوت، وكذلك هذه المقبلات ديال البقوله بالانواع ديالها والشيفلور كذلك. وغدا ان شاء الله نكملوا باقي المقبلات اللي تيكونوا دافيين مناسبين لهذا الفصل ديال الشتاء وديال البرد، اننا نغيروا مابقاوش دائما غير يعني في شليضات اللي هما يعني دائما اللي كنديروهم او غير في الزعلوك، نحاولوا نغيروا شويه، لانه تبارك الله كل الخضره تقريبا يعني ممكن انها تشرمل بالطريقه المغربيه التقليديه وتمشي على شكل مقبلات مرافقه للطاجين ديالنا. نرجعوا دائما للحويجات اللي هما بلديين تقليديين، لانه صراحه فيهم الفائده وفي نفس الوقت يعني كي مناسبين بالنسبه لهذا الجو. تحيه لحاجه كبيره من سوق الاربعاء على كل هذه الاقتراحات اللي قدمتنا.